السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة جيمر سي فور. معكم محمود مصطفى. النهاردة معانا حلقة جديدة من لعبة بلاك ديزرت أونلاين. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الفارمينج اللي هو نظام الزراعة في اللعبة. زي ما انتوا شايفين كده، دي الخريطة بتاعة اللعبة. طبعا هنا نظام الأجريكالتشر يعني الزراعة يعني في اللعبة بسيط، بس برضو في حاجات لازم بيبقى معتمد عليها عشان يديك برضو واقعية في اللعبة من ناحية الزراعة. طبعا اول حاجة هنا لازم نعرفها في الخريطة بتاعتنا، زي ما انتوا شايفين هنا الجراوند ووتر انفورميشن. طبعا عشان انت مش كل شوية تيجي مثلا تسقي الزرع، فانت لازم تشوف مكان فيه المية كويسة، يعني المية تحت الارض فيه كويس، نسبة المية كويسة. زي ما انتوا شايفين المناطق الغامقة طبعا دي فيها المية اكتر، ده عشان البحر. كل ما الزرع بيخف شويه بتبقى المياه اقل شويه. طبعا في مناطق يعني زي ما انتم شايفين مثلا منطقه مثلا جنب البحيره الصغيره دي، فطبعا الزراعه هنا هتبقى كويسه جدا. عندنا هنا مثلا المنطقه هنا دي زي اللي انا واقف فيها كويسه جدا عشان قريبه من المياه. كل ما انت بتقرب من المياه كل ما المنطقه دي بيبقى تحتها مياه اكتر. ده بالنسبه للمياه. طبعا في امطار وفي حاجات بتيجي دي طبعا نشرحها قدام لان ليها تفاصيل معينه. هنيجي يعني نشوف هنا مثلا درجة الحرارة. درجة الحرارة عشان في نباتات برضو أو زرع معين بيحتاج درجة حرارة معينة. طبعا هتعرفها في التفاصيل على حسب الحاجة اللي انت هتزرعها، هيبقى كل حاجة ليها متطلبات. زي ما شايفين هنا درجة الحرارة هنا مختلفة عن هنا، مختلفة عن المنطقة دي، مختلفة عن المنطقة دي. زي ما شايفين هنا أغمق خالص، زي ما شايفين في فرق في درجات الحرارة في كل مكان. طبعا كل نبات برضو بيحتاج درجة حرارة معينة. طيب ده كمان بالنسبة لدرجة الحرارة. خش هنا مثلا نسبة الأحماض اللي في الأرض. تمام، دي برضو زي ما انتوا شايفين في مناطق فيها وفي مناطق ما فيهاش خالص، زي كده مفيش هنا خالص، ما ينفعش تزرع هنا خالص. هنا الأحماض عالية جدا زي ما انتوا شايفين هنا وهنا. طبعا كل الحاجات دي بتعتمد على حاجات معينة، في حاجات بتحتاج منك تفاصيل خاصة يعني بالملي، وفي حاجات عادي تقدر انك تزرعها في اي مكان. ده بالنسبة ل اللي هي الحاجات الاساسية، يعني اللي عندك المية ودرجة الحرارة والارض الاحماض. طيب دي حاجة. الحاجة التانية دلوقتي في اساسيات الزراعة ان انت يبقى عندك مكان تزرع فيه. زي ما انتوا شايفين المربع ده احنا جبناه ازاي، هنشوف دلوقتي المربع اللي احنا جبناه ازاي. هنشرحه بالطريقة السهلة جدا اللي اي اكونت جديد في اللعبة يقدر يجيبها. زي ما شايفين هنا طبعا فيليا المدينة الاساسية دي. طبعا اي حد هيبقى بداية في اللعبة هيوصل ليفل 10 هيكون واصل هنا، او ليفل قصدي اسف 15 هيكون واصل هنا، لان هنا بتبدأ المهمات. هنا طبعا انت بتبدأ شيء في اللعبة في المدينة دي، بتبدأ برا تقريبا هنا في المنطقة دي طبعا، وبتوصل لغاية هنا من خلال المهمات. طبعا فيليا دي تعتبر اصلا يعني هي مدينة صغيرة بس تعتبر من المدن الاساسية لان كله بيبدأ وبيجي هنا. تمام، دي حاجة. نجيب بقى منين الفنس او المكان اللي احنا بنزرع فيه. زي ما انتوا شايفين هي فيليا على يمينها كده في حاجة اسمها فينتو فارم. فينتو فارم دي طبعا لازم تيجي تتكلم مع مدير المزرعة، يعني نشوفه دلوقتي عشان خاطر تفتح إمكانية إن أنت تقدر تستخدم أي حاجة من المزرعة دي. طبعا نود مانجمنت طبعا هو ده بيبقى مدير المكان. زي ما انتوا شايفين طبعا احنا جينا وتعرفنا عليها طبعا قبل كده وفتحنا الأوبشنات بتاعتها كلها. طبعا دي حاجة. الحاجة التانية طبعا بتحتاج سيدز، بتحتاج بذور. البذور دي تجيبها منين؟ هنوريكم دلوقتي البذور دي هنجيبها منين. ده بالنسبة للنود مانجمنت، آسف نسيت أوريكم دي. بتيجي تكلم النود مانجمنت. تمام، هتعمل معاه شات عادي. ورنت سمول فنس، سمول فنس بتأجره مقابل 3 نقط. تمام، 3 نقط كونتريبيوشن. طبعا نقط كونتريبيوشن طبعا هنشرحها بالتفصيل بتجيبها ازاي بس في حلقة تانية. تمام، انا طبعا جبت 2 فنس، يعني انا مستخدم دلوقتي 6 كونتريبيوشن بوينت. وقمت رايح في المكان اللي احنا كنا فيه دلوقتي ده وحطيت الفنس بتاعتي اهي في المنطقه دي مع نفسي كده. طيب دلوقتي انا محتاج بذور. البذور دي انا هجيبها منين؟ البذور دي هتجيبها من المزارع. مثلا عندنا هنا في بارتيال فارم
وفي لوجيا فارم. لوجيا فارم دي طبعا هي اسهل حاجه، هنا هتلاقي في سيد مانجر، تعال نروح ونشوفه في السريع. السيد مانجر طبعا هو اللي تقدر تشتري منه البذور، وعنده كل بذور نباتات الاوليه، لان في بذور طبعا بتعمل كويستات عشان خاطر تجيبها، وفي بذور طبعا تدفع فلوس كتير عشان تجيبها، فالموضوع كبير يعني مش سهل. بالنسبه للبذور في انواع بالهبل طبعا، وفي مواقع زي جايد لاين فيها طبعا كل الاماكن اللي انت ممكن تشتري منها البذور او تدور فيها على البذور، او ممكن كمان عن طريق ان انت تجمع بذور. يعني مثلا انت ماشي دلوقتي، ولنفرض مثلا ان دي شجرة فاكهة، مثلا في شجر فاكهة هيقابلك، تمام، هتقرب من الشجر مثلا، خلينا كده في حاجة صغيرة، شجر هنا مفهوش برضو، في شجر هيجيب لك عليه علامة ان انت ممكن تعمله جاذرينج، انك تجمع منه او تحصد منه حاجة. هوريكم منه دلوقتي نموذج. نخش بس المزرعة الأول ونجيب السيدز بتاعتنا الأساسية. انتوا شايفين هنا بيبقى مكتوب عليها سيد فيندر، انتوا شايفين هي مكتوب فيها سيد فيندر. خش الشوب، انتوا شايفين كل دي بذور. طبعا احنا هناخد بذور مثلا قمح عشان ازرع قمح، نشتري 2 3 4. اشتريت 4 لان انا هروح دلوقتي احصد 4، تمام. نرجع دلوقتي تاني للمكان اللي احنا كنا فيه، اللي فيه الايه، الفنس بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين المكان اللي انت هتحط فيه الفنس بتاعتك هيطلع لك عليه ايكون كده، بس انك تقدر توصل له في اي وقت. وفي ميزه كمان في اللعبه هنا، ان انت ممكن تشغل عامل من العمال بتوعك في المزرعه دي، يعني انت ممكن كمان مجرد بس انك تركب المزرعه وتسيب العامل بقى ايه يعيش ويتعامل جواها بقى. نرجع تاني هناك. نبدأ نشوف الزرع. طبعا كل نبات بيحتاج وقت معين، يعني في حاجات بتقعد ساعة، في حاجات بتقعد ساعتين، في حاجات بتقعد 5، في حاجات بتقعد أيام، فطبعا على حسب نوع النبات وعلى حسب كمان الندرة بتاعته، يعني في حاجات نادرة، في حاجات صعبة بتبقى تمنها أغلى. طيب دلوقتي احنا جبنا البذور، تمام، نبدأ نشوف المكان. طبعا أنا في هنا عندي حاجات خلاص already completed، فطبعا أنا هعملها harvest دلوقتي. عندي مكان في الايتم، اهم حاجه تتاكد ان عندك مكان في الايتم. نعمل لها هارفست، نحصدها. انتوا شايفين اديتنا 10 قمح الواحده، شكرا. تعالى نحصد الباقي. طبعا زي ما انتوا شايفين مكتوب فوقيها 200%، زي ما انتوا شايفين اهي 200% اهي، تمام. او ممكن عن طريق البانل هنا بتاعت الجاردن، زي ما انتوا شايفين بتدوس وبتشوف الحاجه اللي خلصت ايه. يعني هنا مثلا القمح العادي بقى 200% خلاص خلص دلوقتي وجاهز ان انا استخدمه. في عندي هنا السبيشال ويت اللي هو القمح المميز، طبعا لسه مخلصش، لان هو لو الحاجه خلصت وسبتها شويه وقت كمان بتتعيد من الاول، لان تعتبر انها بتتحرقت مثلا وبتبدا اللي البذور تطلع تاني من الاول. نحصد بقيه القمح ده، زي ما انتم شايفين جيلنا في الايتم اهو اهو. نبدا بقى نزرع. نزرع بقى ازاي؟ تيجي في نفس الفنس كده، بتقف في نص الفنس وهتلاقي مكتوب switch to place mode، هتقوم دايس R. طبعا هيجيب لك الحاجة اللي معاك في الايتم عندك هنا اهو تحت، زي ما انتوا شايفين هنا تحت. طبعا هنا في مكان متاخد، هي الفنس ده بيشيل 4 بس، فانا كده هزرع 3. دوس كليك عادي وتبدأ تزرع، ويقول لك ان هنا النسبة ايه في المكان ده، نسبة المية والحماض والكلام ده كله والحرارة، كل ده 100 100 عندنا، مظبوط 100 100. هتقوم دايس مسطرة وهتجيب تاني نفس الكلام، مظبوط كل القياسات عندنا مظبوط. عندك هنا طبعا هنا الفيرتلايزر اللي هي الأسمدة والكلام ده، طبعا دي لسه ليها شرح تاني، هي طبعا والحاجات اللي انت تقدر تستخدمها دي عشان خاطر تقتل الحشرات والكلام ده كله وتنمي الحاجه بسرعه. طبعا زي ما شايفين هنا بعد ما خلاص زرعنا النبات، هنا بيديك الوقت كله اللي هيجي فيه النبات، النبات هيجي كمان 55 دقيقه. طبعا ده بالنسبه للزراعه، دي كده الحاجات الاساسيه، عرفت ازاي هتحصد، عرفت امتى الحاجه تكون خلصت،
وعرفت ازاي تجيب السيد، وعرفنا ازاي تجيب الفنس. طبعا في فنسات اكبر من كده، في فنسات بتطلع الحاجة بسرعة، في فنسات مخصصة للفاكهة، في فنسات مخصصة للخضروات، في فنسات عادية زي اللي انا شغال فيها دي، في حاجات كتير طبعا دي هنشرحها ان شاء الله قدام. طبعا زي ما انتم شايفين المكان ده كويس جدا، بنصح الناس تيجي تستخدمه برضو كويس. هو جنب فيليا اهو، انا على التلة دي بين المزرعة وبين فيليا. المكان ده مميز، والاسمدة فيه يعني بالنسبة قصدي للمية ودرجة الحرارة مظبوط يعني بالنسبة للقمح. طبعا في حاجة تانية هنا مثلا، يعني انا عندي هنا عندي عمال في المدينة دي، وفي نفس الوقت انا واخد المزرعة دي، المزرعة دي فيها قمح برضه زي ما انتم شايفين، هيديني قمح برضه. يعني ممكن ما ازرعش القمح او ممكن ما تزرعوش، بس هي الفكرة ان انت كل ما هتزرع كل ما هتزود السكيلات بتاعة الزراعة عندك يعني. فدي حاجة كويسة، انت بتنمي الشخصية، اي حاجة انت بتعملها زيادة للشخصية انت بتنمي الشخصية، يعني مفيش حاجة انت بتعملها على الفاضي يعني من الاخر. طبعا المزرعة دي بتودي عندي هنا، هنبص هنا في المخزن زي ما انتم شايفين اللي عندي هو 358 قمح هنا. طب ايه ده، طب انا اللي هيخليني ازرع طالما انا بجيب الكميات دي؟ الكميات دي طبعا ما جاتش في يوم وليلة، الكميات دي عمال شغال 24 ساعة. انتم شايفين كده اهي قايمة، العمال دي شغالة 24 ساعة. طبعا بتحتاج منك اكل عشان خاطر او شرب عشان خاطر تعمل ريكفر للاستامينا بتاعتها، بتحتاج ان انت تعلمها تريحها، في حاجات كتير قوي بالنسبه للعمال دي. برضو ليها حلقه مخصصه عشان نشرح لك ازاي تستفيد من العمال دي اقصى استفاده، وازاي تجيب عمال مميزين، وازاي تجيب عمال بروفيشنال زي كده، لان دي طبعا ليها قصه تانية خالص. ده كده كان حلقه النهارده بالنسبه للزراعه. هنعرف ان شاء الله في الحلقات الجايه ازاي تستخدم بقى المواد اللي انت خرجتها من الزراعه زي القمح والحاجات دي في ان انت تنتج بيها او تستخدمها الاستخدامات الطبيعيه. زي ما انتم شايفين هنا بقى عندك حاجات كتير قوي ممكن تستخدم فيها الكلام ده كله، من زي الطبخ مثلا، عندك التجفيف، في حاجات بتتجفف، القمح ده ممكن يتجفف، القمح ده ممكن يتطبخ مع حاجة، القمح ده ممكن يطحن، ده الطحن في التجفيف وفي الطبخ. هتلاقي التلاتة دول القمح اهو منور فيهم انتوا شايفين، والتجفيف والطحن اسف. فكل الحاجات دي مش محتاجة يعني، هو الموضوع بس كل ما فيما فيه انك انت بس ايه هتتعب شوية، لانك انت لازم تزرع كتير عشان تقدر تفتح في الفارمنج بتاعك مستوى اعلى. زي ما شايفين هنا في اللايف سكيل تلاقي هنا في فارمنج اهي، انا لسه بيجنر عشان لسه بادئ في حوار الفارمنج ده عشان نقدر نشرحه بالتفصيل. طبعا الفارمنج كل ما هتعلى كل ما يفتح لك امكانية ان انت تستخدم نباتات معينة. يعني انا دلوقتي اخر استخدم مثلا قمح وبطاطس، وده ممكن اقدر استخدم بقى في الفلفل الملون والكلام ده وهكذا لحد ما تقدر تصنع حاجات كبيره. وفي نفس الوقت الناس هتقولك ايه استفاده الخضروات بالنسبه بعيدا عن الاكل وكده، ممكن تستفيد منه ماديا ازاي مثلا في اللعبه؟ في حاجه هنا اسمها التريد انفو، زي انتم شايفين هنا في حاجات بتبقى نسبه البيع بتاعتها 200% في اماكن معينه، بتبقى بتتغير كل 4 ساعات. طب انا استفيد منها ازاي؟ مثلا نفرض هنا مثلا تري سبيريت سيد، ماشي، بذور شجرة الأرواح مثلا، دي مثلا دي هتلاقيك بتجيبها مثلا من زرع معين. سيبك من دي، خلينا مثلا في دي أكلة أو شاي. الشاي ده طبعا بيتطبخ مثلا أو بيتصنع، فهيحتاج مثلا شاي مثلا لوحده، وهيحتاج مثلا مية ومية مغلية والكلام ده كله. فأنت طبعا هتجيب الشاي منين؟ هتروح تشتري، يبقى أنت كده خسران، أنت كده ما استفدتش من 200% كاملة، غير لما تصنع الحاجة نفسها أو أنت تزرع الحاجة عندك وتبدأ بقى ايه تشوف المكان اللي هي بتتباع فيه وتروح جري تبيعها فيه. فهتلاقي على طول، طول ما انت ماشي هتلاقي ناس ماشية بشنط وناس ماشية بعربيات. اوريكم مثال بسيط، الناس دي شغالة في الامبريال تريدنج، التجارة الملكية. التجارة الملكية دي هي اللي انا بقولكم عليها اللي فيها 200%. واحد اهو ماشي بالواجن بتاعته اكيد رايح يشتري حاجة، واحد اهو زي ما شايفين شايل اهو، ده اكيد رايح بيبيع حاجات من المخزن بتاعه للامبريال تريدنج. هتلاقي ناس كتير ماشيه كده اهي، واحد تاني شايل حاجات، في ناس كتير شغاله في الموضوع ده. هتلاقي مثلا بياخد موارد من البنك، بيجي هنا بيجي هنا مثلا اي شوب من دول ياخد بقيه الانجريدينتس اللي ناقصاه ويبيعها وهكذا. ده كان بكل بساطه موضوع الزراعه في الحلقه بتاعتنا النهارده. اتمنى ان انا اكون فدتكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقات جايه كتير في شرح مفصل عن اللعبه دي. اللعبه دي يا جماعه ممتازه كجرافيك وككل حاجة يعني، أنا حتى لما مشفتش فيها أي عيوب. أكيد فيها عيوب، بس أنا حتى الآن أنا كوجهة نظري الشخصية مفيش أي عيوب قابلتني يعني.
اتمنى ان الشرح يكون عجبكم النهارده، واللي عنده اي استفسار يا ريت يكلمني على الديسكورد او يكلمنا هنا في الكومنتات، وانا تحت امره في اي وقت ان شاء الله. ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.